طب خليني اروح عند اكتور وهو صغير بقى. يعني النشأة في الارجنتين عشان اعرف الشخصيه دي اتكونت ازاي. Bueno, porque mi infancia no fue muy طفولتي ما كانتش muy feliz. طفولتي كانت بائسة جدا، كانت معقدة جدا طفولتي. Porque mi madre murió ان مامتي ماتت وانا عندي سنة. والدتي mi padre cuando tenía 13 وبابايا توفى لما انا عندي 13. جدتي هي اللي ربتني، كان والدي كان بعيد عني. Y es como que me preparó a la vida. ابتدت انها تحضرني للحياه بشكل قوي، بشكل قاسي. لازم انك تقاتل في حياتك عشان تلاقي الخبز اللي تاكل منه. يعني ان احنا كنا اسره فقيره، فقيره جدا جدا يعني. اشتغلت قبل كده، اشتغلت في مطبخ، عملت كل حاجه في حياتي. ممكن اشتغلت، ممكن حاجات كتيره جدا اشتغلتها وانا صغير عشان اقدر. فكانت طفل يتيم والظروف صعبه، فكانت حياه صعبه عليا شويه وانا صغير. ده كانت من سنين طويله قوي يعني. طبعا قوي يعني. انا سموتش سنين عند ناس كتير 61 سنه ده كلام فارغ. كلام فارغ جدا يعني. انا بشوفه كلام فارغ. انا الحمد لله لحد دلوقتي كويس. الحمد لله. حاسس ان انا بشكل كويس قوي. عندي حماس، عندي رغبه في ان انا اعمل حاجات كتير. برافو عليك. برافو برافو. ذاتس هاو ذا فيلينج. مفيش حاجه مستحيل. صح. هو برج ايه؟ كواليسو سكوربيون. عقرب. عقرب. انا هو اللي عقرب. سي سي ده سي والله. وانت كمان الراجل العقرب اصله جامد جدا. لا والله. امبري فورتي. الامبري سكوربيون فورتي. هم كمان يعني كانت قاسيه التعليم، ان انا ازاي اقدر اقاوم، ازاي اتقدم في حياتي، ان انا ما استسلمش بسهوله قصاد اي موقف صعب. كانت جدتي اكتر حاجه علمتها لي الامانه. جزء جدا من لازم تكون عندك الامانه مهما كنت انت فقير. روحك انك ازاي تؤمن وازاي تحاول انك ما تستسلمش للفشل. دي كانت اهم حاجه هي علمتها لي. دايما كنا محتاجين دايما مساعده، محتاجين مساعده من ربنا، محتاجين مساعده حتى الحظ ان هو يقف جنبك في بعض الحاجات من حياتك، لكن بعد دايما جهدك. محتاجين ربنا، محتاجين الحظ ان يقف جنبك. لازم تشتغل وتجتهد وتستخدم كل الوسائل اللي قصادك، وانك انت تصدق وتؤمن في اللي انت بتقوم بيه. ده مهم جدا.